سيئة بامتياز. أسوأ ثلاث شغلات صاروا معك بالعشرين عشرين؟ أسوأ بس ثلاثة؟ بدك بعدلك 30 إذا بدك. كورونا هاي واحدة، التغى مهرجان عندي هاي اثنين، شو كمان؟ سكرت محلي هاي ثلاثة. منيح كفو. طيب صار شيء حلو بالألفين؟ لا ولا شيء أبدا. طيب حدا انصاب بكورونا من محيطك؟ لا. برأيك هذا مش منيح؟ لا. سيئة، بس أنا بالنسبة لي صارت معي شغلات حلوة بالألفين وعشرين، يعني في مثلا أحلام تحققت بالنسبة لي، وصلت لشيء كنت أنا معه بخطط له. ما لقينا شيء ابدا حلو بال2020، يعني كانت سنه كثير بشعه، انه شفتي شو صار كورونا والانفجار، يعني طبعا هذا مش رح ننساه ابدا، وبنتمنى 2021 تكون اكيد احسن من هذه السنه لانه سنه كثير بشعه. يعني بشعه، الله يخلصنا منها على خير. والله مرق كل شيء سيء، يعني شو بدي اقول لك، يعني الانفجار مثلا، مرفق الضحايا اللي راحوا البريئين مثلا، الحرائق اللي بسوريا اللي عمل تلوث بيئي، كارثه بشريه كبيره. وباستراليا ايضا، يعني شو بدي اعدل لك، مصايب كثير. 2020 شويه سبيسيال، سي اون اني كي نقولوا كحل على كاع كاع العالم، دونك تبلعنا، كل واحد تبلع في بلاده وقعد في بلاده، اي رانا نسيونا نتعايشوا مع هذا الوباء كيما جا. فوالا سي اون اني وحدها اللي مازال ما حسيناش بها كيفاش فاتت، وفاتت فانسي بيزا باسكو سي باسي في 2020. شو خططك لل 2021؟ إذا وصلنا له بعدين بخطط. بعد فيك تخططي لبكرة، خلص أنا خطط لسنة. ما عندك أي أمنية؟ حاليا مقدمة على الماجستير، اليوم قدمت على المفاضلة، فإذا زبط بتكون هاي الشغلة الوحيدة المضبوطة ب 2020، بلش فيها ال 21، ترجع الأيام مثل قبل هيك شوي، بدون كوارث، بدون هالشغلات اللي عم تصير. ويروح الكورونا، هيدا اهم شيء، لانه كثير انه تعذبنا، العالم كله تاثر بالكورونا وهيدا الشيء، والاقتصاد اهم شيء يرجع ان شاء الله. بنتمنى تكون سنه خير على الجميع يا رب، وان شاء الله هيك نتمنى انه بلادنا بتكون بيرجع الامن والامان عليها، وبلاد العالم العربي والغربي بجنوب ان شاء الله باذن الله. نافونسي في ماتيز، راني نوجد دكتوراه.